ابراهيم، تحيه لكم وللساده المحللين. نقول الحمد لله، ثلاث نقاط بكل صراحه مهمه، جت في وقت مهم، يعني ضد فريق زي الاهلي، فريق كبير بكل صراحه. فريقك السابق ما عاد، هذه حاله خاصه، لكن وبعد ثلاث خسائر متتاليه الحمد لله قدرنا نفوز، قدرنا نرجع في المباراه بعد ما كنا يعني بعد ما احرز التعادل وقت صعب زي ما قلت انت، لكن في الوقت الاصعب احنا سجلنا والحمد لله تفوقنا الحمد لله. مباراه فنيا ما اعتقد انها كانت يعني على مستوى وحده واهلي والنجوم اللي موجودين، لكن كان فيها ضغوطات، واضح انه النتائج اللي قبل المباراه مأثره عليكم في الملعب على الفريقين. بكل صراحه ما اخفيك كان الشيء هذا واضح، يعني فريقين في دوامه كانت صعبه سواء احنا او هم، حاولنا قد ما نقدر ان احنا نخرج بعد المباراه بثلاث نقاط، نستغل الضغط اللي موجود على الاهلي، نستغل النقص اللي عندهم، الحمد لله ربي اكرمنا رزقنا بثلاث نقاط. نقول مبروك الجماهير، نهارد لك الجمهور الاهلي. قبل المباراه وانت على الدكه يعني قبل ما حتى قبل التسخين شوي زعلان، يعني واضح اللاعب اللي يحب يلعب يعني المباريات الاساسي، وهذه المباريات اكيد ما تتفوت على اي لاعب. بعد المباراه الان راضي على اعطائك في المباراه؟ الحمد لله راضي بشكل عام على الفريق كامل، احمد الله كلنا يعني مجموعه واحده، كلنا نخدم نفس الشعار. ممكن كنت زعلان قبل المباراه، ما صراحه ما اكذب، كنت زعلان، كنت ابغى العب هذه المباراه، مو لانها ضد الاهلي، لكن الواحد يحتاج مثل هذه المباراه الكبيره عشان الناس تشوفه، عشان يطلع كل ما عنده، يثبت للناس انه هو في عنده امكانيات، يقدر يلعب بشكل كويس، يقدر يخدم الفريق، سواء انا او اي لاعب موجود في الفريق صدقني انا راح ادعمه، هو راح يدعمني، كلنا زي ما قلت لك نخدم نفس الشعار، نفس الهدف ان احنا نحقق الفوز ونطلع بالوحده عاليه ان شاء الله. اصلا اللاعب الكبير ما يبان الا في المباريات الكبيره ويحب يلعب في المباريات الكبيره. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي، شكرا، يعطيكم العافيه، سلام عليكم.